بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ بمشيئة الله اليوم محاضرتنا بعنوان Red and White Lesion Differential Diagnosis of Red and White Lesion the Oral Mucosa. طبعا هذا من المواضيع المهمة جدا، الحاجات الموست كومن، يعني تلي الألسر مباشرة بعد الأهمية. حنركز فيها على النقاط البوينت المهمة اللي تهمنا في شغلنا في العيادات وكشغل أكاديمي برضو. أولنا أول حاجة نبدو فيها دكاترة تعريفات بعض الديفينيشنز اللي تهمنا في شابتر الريد أند وايت ليجنز، واحد يكون عارفها باش لما نوصف الليجنز بعدين ونشرح كل ليجن نبدو نعرفه إن شنو يقصد بمكيول ولا بابيول ولا نوديول. أول حاجة عندنا مكيول، هذه طبعا خديناها في البيجمنتيشن. المكيول يقصد بها اي حاجه بيجمنتد او ديسكالرد ليجن بيجمنتيشن، تكون فلات. الصوره هذه عندنا فلات، اي حاجه تجي على الاورال ميوكوزا ولا السكن تكون فلات وبيجمنتد. يعني نكتفي بالتعريف نتاعي نقول فلات بيجمنتد او ديسكالرد ليجن، هذه مكيول. التعريف الثاني بابيول اند بلاك، هذا خصوصا حناخذهم ان شاء الله في الوايت ليجن اكثر شيء فاش في اللايكن بلانس، في بابيول وفي بلاك، هم زي بعض وايت ليجن، بس الفرق بيناتهم ان البابيول يكون اقل من 1 سنتيمتر، يعني حوالي نص سنتيمتر، بينما البلاك يعني حاجه ريزد شويه، يعني مرتفعه، حاجه فيها شويه ثيكنس اكثر من 1 سنتيمتر. نقول لك طبقه بلاك يعني تتنحى كان بريموفز او في الكانديدا او في اللايكن بلانس، تكون طبقه عاليه شويه بلاك اعلى من 1 سنتي، بينما بابيول يعني بن هيد سايز، يعني حاجه سوليد ليجن تكون عباره عن نقاط تكون اقل من 1 سنتيمتر. النوديولز هذه زي الحبه تطلع في الميوكوزا او تطلع في السكن في الديرمس او في الابيديرمس، تمام، تكون يعني دائريه، هذه الليجن يكون فيها زي البص، يعني هذه اسمها نوديول، زي الحبه الصغيره. البوستيول من اسمها بي يو اس بس، بوستيولز معناها فاش متكونه، يعني زي الحبه ريزد تكون موجوده على السكن حتى هي ولا الميوكوزا تكون مليانه باش بالبص، بوستيول. نجولي النورمال كلر عندنا في الميوكوزا، اول حاجه معروف احنا الاورال ميوكوزا سواء كانت الجنجيفا او كان فلور اوف ذا ماوت او اللور ليبس الانر سايد اوف ذا ليبس ابر ولا لور، تكون الكلر بتاعي في الميوكوزا بينك. عندكم في الجنجيفا كورال بينك، يعني زي الارجواني مرجاني يعني، تمام. باهي هذا اللون، هذا الكلر الطبيعي بتاعي بينك في الاورال ميوكوزا. احنا خشيت عليه تغيرات خلت لي وايت ليجن او ريد ليجن، شنو اسباب هالوايت ليجن هذه او ريد ليجن؟ قبل ما نعرف الاسباب الوايت والريد ليجن، عندنا اللي هي البينك هو اللون الطبيعي بتاع الميوكوزا، شنو هي الحاجات الفسيولوجي اللي خلت لي الكلر بتاع الميوكوزا يكون بينك؟ حاجات فسيولوجي. اول حاجه طبعا طبيعه البلود سبلاي كوانتيتي اند كواليتي ساهمت وساعدت في اللون هذا البينك. الثيكنس بتاع الميوكوزا نفسها، تمام، وجود الميلانين ميلانوسايت تفرز طبعا فيسيولوجي ميلانوسايت ميلانين، ودرجه الكيراتينايزيشن طبقه سوبرفيشال لاير بتاع الابيثيليوم، هذه كلها مع بعضها هي اللي ساعدتني واعطتني اللون الكلر بتاع الاورال ميوكوزا. يعني اي خلل في هذه الاربعه بيسبب لي مشكله في الكالوريشن ديسكالوريشن، هنا حنلقى يا ريد يا وايت ليجن يا بيجمنتد ليجن. اول حاجه عندنا الوايت ليجن، شن اسباب هالوايت ليجن ان جنرال بصفه عامه؟ طبعا احنا عندنا الصوره هذه عندكم لوت، هذا كونكتيف تيشو وهذه كلها طبقات الابيثيليوم. المشكله متاعي في الوايت ليجن كلها في طبقات الابيثيليوم، الطبقه اللوطيه اسمها بيزل سيلير، هذه اسمها بيزل سيلير، الفوق منها هي اسمها بريكل سيلير، تمام، الفوق منها طبقة الثالثة اسمها جرانيولار سيلير اللي واخدها في الهيستولوجي، واخر طبقة الفوقية بوكو اسمها الكيراتين لير. طبعا لما يصير لي هنا وايت كلر معناها الطبقة الفوقية بوكو اللي هي الكيراتين زادت في الثيكنس نتاعها، سموه فيها احنا هايبر كيراتوزيس او هايبر بارا كيراتوزيس، زيادة مفرطة في الطبقة الأولى او زياده في الطبقه الثالثه، تتمدد معي الطبقه الثالثه اللي هي اسمها بريكل سيلير، يزيد الحجم بتاعها ويزيد العدد ويزيد السايز تعطيني اللي هو الكلر بتاع الوايت، تمام. عندنا ايضا دكاتره اللي هو في بين طبقات الابيثيليوم نفسها مرات يتكون في الليجن اوديما، يعني يتكون فصها سائل،
السائل هذا يخلي الطبقات تمتد مع بعضها، تمتد تمتد تمتد، تخش طبقة على طبقة أو خلية على خلية بوجود السائل، هذه يسموه فيها أوديما، يعني انترسيلر أوديما. لما تمددت الخلايا مع بعضها تعطيني اللون الوايت. عندنا ايضا زياده في الفايبروسس، في الفايبر هنا كونكتيف تيشو لما بيزيد حتى هو بيعطيني وايت ليجن. واخر حاجه السودوم امبرينس اللي هي لما يصير رياكشن، زي ما نقول واحد مثلا صار له حرق اسبرين مثلا او كانديدا، بدي لي سودوم امبرينس يعني الطبقه الفوقيه بوكل هذه حتى هي بيصير فيها تكون نسيج ظهاري كاذب اسمها سودوم امبرين، هو بيعطيني اللون الوايت. الرد، اسباب الرد ليجن، طبعا عندك الطبقه هذه الاولى تاع الابيثيليوم لما تنقص، ينقص السايز نتاعها والثيكنس، معناها شنو بيتغلب عليها؟ بيتغلب عليها الكونكتيف تيشو، دي الكونكتيف تيشو اعلى من الابيثيليوم، والكونكتيف تيشو هنا مليان باش بالبلد فيزلز، معناها هي تعكس اللون هذا الرد، يعني لما يصير ثينينج اوف ابيثيليوم او بتزيد الفاسكولاريتي نتاع البلد سبلاي سواء كان في انفلاميشن او فاز دايليتيشن بتعطيني اللون الريد. هذا ان جنرال يعني اسباب الوايت ليجن والريد ليجن بصفه عامه. نجو للكلاسيفيكيشن اوف ريد اند وايت ليجن، هذه اهم حاجه عندي هنا في الموضوع، لازم نعرف انواع الريد ليجن والوايت ليجن. تمام، درونا كلاسيفيكيشن. اول حاجه هيريديتري، حاجه مولود بها ولاده، او عندك مرات انفكشن بكتيريا فايرال كانديدا فانجل انفكشن دارولي وايت ليجن او ريد ليجن. عندنا رياكتيف انفلاماتوري، يعني حاجه تكون نتيجه رياكشن لشيء معين، حاجه معينه دارت رياكشن، الرياكشن هذا هو سبب في حدوث وظهور الوايت ليجن. تمام، وعندنا بعض الاوتوميون ديزيزز حتى هي بتسبب لي وايت ليجن، وعندنا ميثيليانس حاجات تانية أخرى حتى هي سببت لي وايت ليجن أو ريد ليجن. نبدو بالهيرديتري، طبعا هذه بوزيتيف فاميلي هيستوري، نلقى عنده في العيلة مولود بها، ناخذ منها هيستوري، نلقى حد في العيلة عنده واحد اثنين ثلاثة أخو عمه ابن عمه كذا، لازم موجودة الهيرديتري وايت ليجن. طبعا هم أربعة مهمات جدا، ليكوديما وايت سبونجي نيفاس، الثلاثة اللي هو احنا نسمعوا به الهابيد اتش بي اي دي هيريديتري بناين انترا ابيثيليوم ديسكيراتوزيس، اخر واحد ديسكيراتوزيس كونجنيتا، هذو اربعة وايت هيريديتري وايت ليجن. نجو للليكوديما، هذه صورة لها الليكوديما، هذه صورة للليكوديما وايت ليجن. طبعا الليكوديما حاسبينها انها نورمال فاريشن، ما هيش باثولوجيكال، يعني نجي نصنفها في تصنيفها نقول لك ان هذه نورمال فاريشن يس، اكثر منها باثولوجيكال. هنا دكتوره مش حنسالك في السايت، السايت لنا ما هوش محدد، اكثر شيء طبعا في البكال ميوكوزا تلقاه في الفلورف دماو، تلقاه في اي مكان نحكي على الوايت ليجن، ما فيش سبيسيفيك سايت معين اللي كان معين، لكن هنا كل ليجن عندنا في الوايت ليجن لما نجي ندرسه دكتور فيه شنو ميزه يمتاز بها على غيره. تو نجو للليكوديما باش تتميز على غيرها، قال لك الليكوديما دكاتره انها بايلاترال، وانها لما نحاها تتنحى معي. كيف معناها نحاها تتنحى معي؟ يعني لما تجي دكتور تاخذ دير اكزامينيشن للبكال ميوكوزا هنا تشيك، تشد معاك تشيك، تشدها معاك، تختفي الليكوديما، بمجرد ما ترجع يدك ترجع تشيك معاك، ترجع الليكوديما. هذه طبعا ها اهم كاركترستيك فيها، ايش قال لك ذس ابير ابون ستريتشينج للميوكوزا، لما نشحط الميوكوزا بالميرور والله بيدي تختفي معي، ولما نرجعها ترجع معي. اذا هي وايت ليجن هيريديتري، طبعا وايت تمام، يكون ديفيوز منتشر في كل الاريا، وباي لاترال اهم فقره فيه دكتور ان نميز بها انه يجي رايت وليفت، هذه من الحاجات اللي تجي باي لاترال. السايت مش حنسالك فيها لان كل سايت تجي فيها زي ما قلنا بكري في البكال ميوكوزا، في الليبيال، في السوفت بلد، في الفلور اوف ذا ماوت، لكن بنعرف انها نورمال فاريشن باي لاترال، واهم حاجه انها ديس ابير ديورينج ستريتشنج. ثاني هيريديتري عندنا وايت ليجن اللي هو وايت سبونجي نيفاس،
من اسمها سبونجي معناها ملمسها مثل السبونج زي النشافة، حاجة soft. حتى هي نفس الشيء hereditary white lesion soft white وجي bilateral وفي البقل في الميوكوزا، يعني في أي مكان جي في الفنترال سيرفيس أوف ذا تانك في الظروف دماغ في الليبيا. شفت السايت مش محدد لك سايت معين، يعني ما هوش مهم هل بالسايت عندي، لكن لها ميزة هنا. شن هي الميزة متاعها؟ قال لك إني دكتور partially removed، يعني جزء منها لما نحاها بالجوز، نجي نحاها بالجوز نديها examination هل تتنحى كلها ولا ما تتنحاش؟ لذلك جزء منها يتنحى وجزء لا، partially removed. طبعا هذه تعتبر الوحيدة في الوايت ليجن اللي partially removed وهي asymptomatic. طبعا هي ما هيش malignant، يعني ما تتحولش إلى malignant. هذه الصورة لها، طبعا ملمسها سبونج زي ما قلنا، سبونج ناعمة زي النشافة، soft white partially removed وبايلاترال. تالت واحد في الهيريديتري اسمها هيريديتري بناين انترا ابيثيليم ديسكيروتوز، اختصار اتش بي اي دي الهبيد. طبعا هذا بايلاترال حتى هيريديتري وايت ليجن، نفس الشيء ملمسه حتى يكون سبونجي واسيمتوماتيك وموجود في كل مكان، في البقل الميوكوزا، في الليبيا، في السوفت بلد، في الظروف دماوت، نفس الشيء. لاحظوا ان السايت ماهوش سبيسيفيك، في كل مكان موجوده. باش نميز الهبيط على غيره هو دكاتره قال لك معاه كونجنكتيفال بلاكس، يعني عنده اي ليجن زي الصور هذه، عنده زي طبقه شفافه هنا على العين زي المي البيضاء او حاجه، يعني زي ما نقولوا احنا نقولوا حاجه ريط عليها العين نسموه فيها بالبر كونجنكتيفا، يعني حاجه ثيك جيلاتيناس، ماده جيلاتينيه فومي تمام. موجوده بتخلي الاي لونها احمر، يعني ريد ليجن زي الانفلاميشن في الاي. هذا طبعا الوحيد في عائلة الوايت ليجن اللي يكون معاه associated with eye lesion. اخر واحد عندنا في الهيريديتري حاجة اسمها ديسكيراتوزيس كونجينيتا، معناها ديسكيراتوزيس مع حاجة فاش في الكيراتين في السكن، موجودة في السكن. طبعا هذه نلقى معها ديفورمتي في النيلز في الاظافر وفي الفينجرز تمام. هذا وايت ليجن حتى هو بايلاترال اسيمتوماتيك ما يتنحاش. لكن شنو عندها تاني دكتور؟ عندها هايبر بيجمنتيشن في السكن، تلقى الرقبه متاعها النك كلها فيها بيجمنتيشن وفيها ديفورماتي في الصوابعه وفي ايديه في النيلز وفي الفينجرز تمام. وهذا طبعا خطير جدا لانه بريما ليجنانت، لو ما يتعالجش يتحول الى كانسر عافانا الله واياكم. إذن هذا أهم حاجة فيها، عندها ديستروفيك للنيلز، عيوب خلقية في النيلز وبيجمنتيشن والفينجرز تمام. وقلنا يجي هيريديتري، تلقي العيلة عندها حد اثنين فيها، يجي في عمر الصغار هو أقل شيء عمر 9-8 سنوات، أقل من 10 سنوات. كملنا العائلة الأولى اللي هي الهيريديتري، نخشوا على ثاني كلاسيفيكيشن عندنا في الوايت ليجن اللي هو الرياكتيف انفلاماتوري وايت ليجن. سبب الوايت ليجن هنا دكتور انفلاميشن أو رياكشن، في حاجة معينة دارها البيشنت كردة فعل تكون لك الوايت ليجن. هناخدهم واحدة واحدة، لينا البابا كالس فريكشنال او تروماتيك كيراتو، يعني في سبب هنا تروما، حاجة فريكشن ضغطت على الميوكوزا، تشيك تشيوينج، واحد يعض على التشيك، في يعني تروما من الاسنان. كيميكال انجري، يعني استعمل مواد كيميائية داخل فمه دارت له اريتيشن، دارت له وايت ليجن. اكتينيك كيراتوزيس، تعرض لأشعة الشمس، ياخذ في دخان هلبة سموكرز توباكو انديوسد كيراتوزيس، نيكوتين استوماتايتس حتى سببها السموكينج، واليوريميك استوماتايتس اللي هي سببها زيادة في اليوريا في الدم. لينا الباباكالس، هذه هي لينا الباباكالس، طبعا هو خط أبيض أغلب الناس عندهم هي لينا البا تمام. وايت لينر خطي، طبعا هي بتكون نورمال فاريشن ما هيش باثولوجيكال. سببها ان البيشنت هو راقد في الليل يعض على التشيك، تلقاها بايلاترال الصبح رايت وليفت على التشيك، تاخذي منها هيستوري يقول لك تلقى عندها امراض. هو مش حيخبرك لانه ما يدريش على روحه هو راقد، لكن هي سببها تروما جايته من الاكلوجن. الفريكشنال او تروماتيك كيراتوزيس، تلقاها جاي على سطح التانج هذه ولا البق الميوكوزا ولا الجنجيفا، سببها من اسمها تروماتيك، سببها تروما او فريكشن، حاجه تضغط على في الميوكوزا. وايت بلاكس بتكون طبعا رفنس، فيها رفنس سببها هي ميكانيكال اريتيشن، يعني الاسم بتاعها هنا دكتوره يشخص لي الحاله ويعطي لي كلينيكال فيتشر بتاعها، سببها ميكانيكال اريتيشن تمام. ديما سببها قلنا مال ادجستد دينشر،
ملبوز التوت، ايدج، بروكن توت، كسب، شارب كسب، اي حاجه شارب عندك في الاورال كافيتي او التوت نفسها بتحك على الميوكوزا، دي ريفريكشن ودي التروما بتكون لي هذا الوايت ليجن. تشيك شيوينج، واحد عنده في هابت اللي هي يعض على التشيك، هذه من العادات تلقاها مسكم مدسين في الاسنان نتيجه ستريس، واحد يقول لك عندها حاله نفسيه سايكولوجيكال سيتويشن، لما تلقاه يعض على اللي هي هابت طبعا هذه بتكون لي وايت فريكشنال كيراتوسيس على التشيك. كيميكالز، هني البيشنت استعمل مواد كيميائيه نون كيراتوتيك، هي وايت ليجن زي شني، اذا واحد راقد في الليل عنده مثلا كيرس نقدر بيخفف الالم بتاع الكيرس، خذي اسبرين طحن الكبسوله التابلت تبع الاسبرين وحطها في مكان اللي فيه الوجع، ناض الصبح لقى الاريا كلها فيها وايت ليجن، هو سموه فاحنا اسبرين بيرن، طبعا يتنحى معاك الاسبرين بيرن بالجوز تقدر تنحاها يخلي لي الروج بدلها. عندك الناس السيلفر نيترايت فورمكريزول يستعملوا فيه جماعة البالبوتومي والبالبوتيك والحاجات الار سي تي، صوديوم هايبوكلورايد هي اللي نستعملوا فيها في تنظيف الكنالز، الفارنش، الاسيد ايتشنج في الحاجات الحشوات نتاع الكومبوزيت، الهيدروجين بيروكسايد، هذه كلها يستعمل فيها طبيب الاسنان قد تسقط منها تجي على الميوكوزا تحرق لها الميوكوزا بتدير لها وايت ليجن. هذه اكزامبلز لها طبعا بتكون زي الصوره هذه دكتور وايت ليجن في الميوكوباكل فولد، وكون طبعا هنا الوايت ليجن نوعها سودو ميمبرينس، مهمه هي الفقره، اذا هذه كل الكيميكالز بتكون لي وايت ليجن، الطبقه الفوقيه بس تحرق لي الطبقه الفوقيه بتاع الميوكوزا بتكون لي حاجه سودو ميمبرينس يعني كان بي ريموفد، يجيك لعياده الاسنان بينفول طبعا يوجع فيه في بين طبعا ناخذ منه هيستوري، لازم احنا في التشخيص بتاعنا الهيستوري لا باس عليك شنو عندك، يقول لك هذه لما استعمل لي دكتور اسنان كذا او درت انا اسبرين، يعطيك هيستوري يعني. جيت نحاها كلينيكال اكزامينيشن انت بتنحاها تتنحى معك كان بي ريموفد، لكن تخلي لك الاريا هذه حاجه حمراء الروجن يعني فيها شويه بلط وبينفول زي الكانديدا. الاكتينيك كيراتوزيس الكلايتس نوع من انواع الليب ليجنز انفلاميشن في اللبس، تمام، سببه ان البيشنت يتعرض لأشعة الشمس فترة طويلة. لونج اكسبوجر للسن رايت، تمام، اكثر شيء في اللور ليب ويكون هنا كراستد وفي شويه رفنس، طبعا هذا بري كانسر، هو لو متعالج خلاص صن بلوكر وخذ كريمات وخذ ادويه يتحول الى كانسر. عندنا سموكر للتوباكو انديوسد كيراتوزيس، هذا حتى هو سببه البيشنت ياخذ في توباكو كميه كبيره يدخن علبه، الدخان طبعا بيحرق للاورال ميوكوزا اكثر شيء في الفيستيبيول بتاع المانديبول نتيجه طبعا الهيفي سموكينج اللي يستعمل فيها هنا، وبتطلع له هنا حاجه جرانولار رينكلد يعني حاجه زي الحرشه هيك حاجه تكون رفنس، تمام، ويعتبر حتى هو بري كانسرس لو ما تعالجش يتحول لكانسر. النيكوتينا ستوماتايتس نجو نفسرها، هي ستوماتايتس ستوما معناها ميوكوزا، اي تي اي اس معناها انفلاميشن، معناها انفلاميشن في الميوكوزا سبب النيكوتين الموجود في السجاير، موجود فاش في السجاير اللي هو تاع الدخان، طبعا البيشنت هذا يدخن هلبة تلاقيه يدخن اكثر من 20 سيجاره في اليوم اكثر واكثر، سبب هنا استعمال مفرط للسجاير هيفي سموكينج سيجار بيبا اي نوع من انواع السجاير سموكينج. دخان السخونه هو نتاع السيجاره او النيكوتين يمشي طول البلد مع استمرار مع مرور الزمن فتره طويله بيحرق لي الميوكوزا الموجوده في البلد، واحنا عارفين دكاتره ان في البلد موجود عندي حاجه اسمها ماينور ساليفري جلاندس، باهي الماينور هنا الدخان حرق البلد بما فيه الماينور ساليفري جلاندس، صار لها هنا انفلاميشن الماينور ساليفري جلاندس طلعت برزت برا معاي نوتد هاي ملحوظه إذا الصورة هذه كلها الدوتس هي متاع الماينر ساليفري جلاندس طلعت دارت لي تشققات دارت لي ريد دروتس وانفلاماتوري يعني بتكون انفلاميشن حوالينها رينج حلقة بيضة تلقاها هي تكون دوتس حمراء وحوالينها رينج سببها السموكينج.
عندنا الانفكشنز وايت ليجن حناخدهم اسماء بس، اللي هم الهيروليكوبليكيا، الكانديدا، والبيريس. طبعا هذه الهيروليكوبليكيا اخذناها طبعا فيما سبق في الاورال انفكشن، سببها ايبشتين بار فيروس. الفيروس هو اللي السبب الاساسي في تكوين الليجن هذا. تطلع لي طبعا هنا في جنب في اللاترال سيرفيس اوف ذا تانج، بتكون شكلها زي الهير، هذا بسميناها هيروليكوبليكيا. هذا موست كومن سايت بتاعها يكون طبعا باي لاترال اكثر شيء، وتجي في اللاترال سيرفيس الصوره هذه لاترال سيرفيس اوف ذا تانج، سببها ايبشتين بار فيروس. سؤال، الابستين بار فيروس وين خلناها في الانفكشن؟ شي بيسبب تاني؟ سبب نيزو فارنجيال كارسينوما، سبب انفكشوس مونونيوكليوزس والهيريليكوبليكيا، هذه كلها اسباب يسببها لي الفيروس هذا. دايجنوز طبعا بندير دايجنوزس الفيروس هو بتقنية البي سي ار اللي هي بوليميريز تشين رياكشن اللي خلناها في الاورال انفكشن، بندير له طبعا ايزوليشن وبنشوف ندير دايجنوزس للفيروس هذا اللي نسبب الليجن. الكانديدا الكانديدا الانفكشن هي طبعا موست كومن اورال انفكشن بسبب لي وايت ليجن. يعني دي اكثر الحاجات اللي نشوف فيها احنا في العيادات الاورال كانديديوزس. طبعا في منها اكيوت وفي منها كرونيك اكوردنج للكورس نفسه متاع الديزيز. اول حاجه حناخدها في الكانديدا اللي هي الاسباب متاعها بريديسبوزينج فاكتورز. طبعا عندنا هنا قائمة الأسباب، نبدأ بالأنتيبيوتكس، سموكينج، زيروسوميا، الناس اللي تاخد كورتيكوستيرويد فترة طويلة باعتبار الكورتيزون بيدير لإنهيبيشن للمناعة للإنفوسايت، وعلى ضوءه بتنشط عندي الكانديدا. الإيج في الكبار وفي الإنفانتس، لأن هذا طبعا يكون تاع المناعة قاعدة إماتيور تمام نوت ديفلوبد، وفي الكبار حتى هو تضعف فيه المناعة. في البريجنانسي نتيجة الهرمون ديستربنس انكريز الهرمونات متاع الاستروجين والبروجسترين، طبعا هذه بسبب لي ديفكت فاش في المناعة تنشط عليه الكانديدا. الديابيتس حتى هو بيئة ملائمة لنشاط الكانديدا. اذا كل اسباب الكانديدا هنا سايد افكت الانتيبيوتكس، لان الانتيبيوتكس هنا اللي تاخد فيه واحد ديما باستمرار بريديوس الاورال بكتيريا فلورا، يخلي الكانديدا تنشط، السموكينج حتى هو كل شيء يعني لها هذه العوامل كلها مساعده. جلوس زيروستوميا حتى هو دراي ماوت لما واحد فمه جاف يخلي الكانديدا تنشط عنده بكثره. الكلاسيفيكيشن للكانديدا في منها اكيوت زي ما قلنا وكرونيك، نفس الشيء اكيوت سودوممبرينانس واتروفيك. هنا عندنا في الكرونيك اتروفيك وهايبربلاستيك. اكيوت في الاونس تلقاها يعني جديده، يعني كيف طالعه يوم يومين ساعات. الكرونيك لها فتره طويله حنعرفها واحده واحده، ناخذهم بالتفصيل ان شاء الله. اول حاجه عندنا في الاكيوت الكانديديزس عندها اسم ثاني في الام سي كيو مهم جدا دكاتره، اسمها اكيوت سودوممبرينانس كانديديزس اللي هو ثرش، نوع من انواع الكانديدا. اكيوت سودو ممبرينس يعني بيكون لي النسيج الظهار نتاع اللي قلناها بكري في الكيميكالز اللي هو سودو ممبرينس اللي قلنا كان بي ريموف سهل يتنحى ويخلي مكانها حاجه اروجن حاجه ريدنس الريتيماتوس السريشن الريتيما تمام، اسمها ترش. طبعا سوبرفيشيال، هذه كلها سوبرفيشيال تمام. يكون الليجن هذا دكاتره اللي هو الترش سوبرفيشال في الابيثيليوم طبقات الابيثيليوم الفوقيه تمام، يكون لي وايت باتشز ميلكي يعني زي الملك شكل هذه، طبعا تكون فليكس زي التروف. هذه هي من الاورال من الكانديدا يعني وايت ليجن. لو نحناها تتنحى يس كان بي ريموفد، هذه كلها تتنحى كان بي ريبت اوف روبينج اور سكرابينج وتخلي مكانها حاجه الريتيما والسر. الدايجنوزس والديفرنشال دايجنوزس حتى هي اي حاجة بتكون تتنحى معاك زي ما قلنا بكري تشيك بايتنج الكيميكالز، لكن لازم نعتمد هنا على الهيستوري ضروري جدا مهم. الفود ديبريس الوايت سبونجينيفاس اعتبرها بارشل جزء منها يتنحى جزء لا، هذه كلها تخش معاي في الديفرنشال دايجنوزس.
النوع الثاني من انواع الكانديدا الاكيوت، الاكيوت اتروفيك كانديديوز. طبعا هذه كلها كانت في كانديدا بيضاء باتشز، تنحت معي خلت لي حاجه ريد باتشز او اتروفيك او اريثيما. طبعا هذه كلها كان وايت ليجن يتنحى ويخلي مكانها شنو دكتور حاجه هنا اريثيما، هاي كان وايت سودوم امبرنس ويتنحى زي ترش. نجول الكرونيك، الكرونيك ال نجول الكرونيك كانديديزس عندنا منها الدينشر ستوماتايتس او الدينشر سور ماوت. طبعا هذه سببها ان البيشنت مركب دينشر لي فتره طويله وما ينظفش في الدينشر، باد اورال هايجين، عنده هاليتوزس، نشط الكانديدا تحت الدينشر ودارت له مشاكل سميناها دينشر ستوماتايتس. طبعا كل المشاكل نتاعها هنا ان في بين وفي اريثيما وفي انفلاميشن وفي طبعا وايت ليجن تحت الدينشر. طبعا دينشر ستوماتايتس وفق للابحاث هو بيجي في المجزله الدينشر عكس اللور، ان اللور دي ما في امبيدد بالسلايفا. يقول ان 15 ل 65% من الحالات الدينشر ستوماتايتس معاها انجلر كيلايتس، يعني نوع طبعا هي الانجلر كيلايتس فيها حتى هي فانجل انفكشن تمتد يصير سبريد الانفكشن حتى يجي الانجل اوف ذا ماوث بيدير اللي هنا معاها انجلر كيلايتس. في هنا مقارنه مهمه جدول هذا طبعا بين الدينشر سور ماوت او دينشر ستوماتايتس، هذه دينشر سور ماوت هي نفسها دينشر ستوماتايتس، وحاجه ثانيه اسمها كونتاكت ستوماتايتس. شو الفرق بيناتهم؟ طبعا الدينشر سور ماوت هذا سببه فانجل انفكشن اللي هو الكانديدا، بينما الكونتاكت ستوماتايتس هذا سببه واحد عنده حساسيه من ماده الاكريل، بيشنت ما تحملش الاكريل اللي استعملته له في الدينشر. باهي بالفهم توهني دكاتره. بالنسبه للدينشر ستوماتايتس سور ماوت هذه بتاع الكانديدا، الكانديدا نشطت مش بين يوم وليله، يعني اخذت فتره طويله ما بين هو كان عنده باد اورال هايجين وتكون للفود وغيره والميكرو اورجانيزم والكانديدا، يعني اخذت لونج تايم. بينما واحد عنده حساسيه الرجي من اول 24 ساعه، يعني عنده حساسية من حاجة معينة أول ما ركبتي هذا طول من 24 ساعة إلى 48 ساعة أتليست يبدأ عنده شنو هني المظاهر أو العلامات الصالنس متاع شنو استوماتايتس. طبعا دينشر سور ماوت قلنا مكانه في الأبر دينشر لأن عكس اللور، اللور فيه سلايفة في نوع ما كلينينج وفي نوع من الأورا هيجين كويس، بينما الحساسية هنا مش هتفرق لا بين أبر ولا بين أور لور، معناها كونتاكت الحساسية هاي تلقاها تصيب الأبر واللور ارشس مش هتفرق. نشوف في اختبار اسمه باتش تيست مهم، هذا الاختبار الحساسيه. هذا شنو هو باتش تيست؟ هذا دايجنوستيك ميثود، اختبار حساسيه نستعمل فيه في تشخيص ماده سبستانسز بتسبب لي الرجي انفلاميشن للبيشنت، يعني نحقن البيشنت بماده بنشوف عنده حساسيه مثلا من الاكريل او حساسيه من اي ماده زي البنسلين، اختبار البنسلين نبي نعرف البيشنت هذا عادي نعطيه بنسلين كمضاد حيوي ولا لا، نحقن تحت الجلد خلاها سب كوتينيوس 5 دقائق ونشوف الاريا نتاع السكن هل تكونت لك الريتيما او رياكشن او انفلاميشن، معناها عندها حساسيه، لو ما تكونش معناها ان امورها كويسه. هذا باتش تيست نستعمل فيه تشخيص دكاتره اللي هي الكونتاكت ستوماتايتس، يكون هنا بوزيتيف نتاع الحساسيه بينما نيجاتيف ان هذا كانديدا ماهوش الرجي. وطبعا ما دام الدينشر سور ماوت اللي هو فانجل انفكشن حنعطيه انتي فانجل اللي هي نستاتين كريم ندهن بها سطح الدينشر بعد ما ننظفه كويس، ندهن سطح الدينشر ونخلي البيشن يركب للدينشر عليه الماده هذه تكون موجوده على الدينشر، بينما نعطي انتي هيستامين لجماعه الحساسيه اللي هي كونتاكت ستوماتايتس. انجلر كيلايتس قلنا 65% من 15 ل 65% من الحالات نتاع دينشر سور ماوت نلقى معاها انجلر كيلايتس. انجلر معناها جاي في الانجل تاع الماوت، تمام. كيلايتس معناها انفلاميشن في اللبس. طبعا هذا سببه كومباينيشن بين بكتيريا ستافيلوكوكس وبين كانديدا، ماهوش كانديدا بس، اثنين في واحده بكتيريا و كانديدا. طبعا لي عدة عوامل مساعدة تساهم لي وتساعد لي في الانجلر كيلايتس، زي ما لما تركبي دينشر يكون الفيرتيكال دايمنشن بتاعك لو او ريديوسد، يكون اللود كله ينزل على الانجل هنا يتراكم لي فيها السلايفا ومع
البكتيريا والفنجل تكون هنا اريا والريثيما في الانجلر كيلايتس. ايضا الناس اللي عندها نقص في التغذيه، نقص حديد ايرون ديفيشنسي، فيتامين بي 12 فوليك اسيد، حتى هو نلقى معاها مصاحب لها انجلر كيلايتس. الدايابيتس باعتبار هنا عندها فمها جاف وتتكون لي سلايفا والميوكوزا والانفكشن بيزيد معاي فيها، حتى هو بتكون فيها. اذا هي كومباينيشن بين ستافيلوكوكس وستريبتوكوكس، ومعاها طبعا عندنا دكاتره نلقاها حتى في مرضى الايدز عندها نقص المناعه معاها فانجل انفكشن. الكرونيك هايبر بلاستيك كانديديوزيس هذا مش حنتكلم عليه هلبا، لان هذا نوع خطير جدا بري مالجنانت. هو طبعا كانديدا ومعها ثيكنس كميه كبيره من الـ من الابيثيليوم والكيراتينايزيشن، يسموا فيها عندها اسم ثاني اسمها كانديدا ليكوبليكيا. بالله ركزوا لي شويه في الام سي كيو على الاسماء الثانيه. كانديدا ليكوبليكيا هي نفسها الكرونيك هايبر بلاستيك كانديديوزيس، طبعا هذا بري مالجننت يتحول لكانسر. هذا جامع بين الكانديدا وبين ليكوبليكيا، تكون ثيك يعني طبقه نتاع لما يجيب لنا حمى يتنحاش معي، كان نوت بي رابد اوف، كان نوت بي ريموفد، لنا ثيك. طبعا يمكن مش حنركز عليه، موجود في التشيك في اللبس في البلت تمام. اختبار هنا عندك البي اي اس اللي هو بيريودك اسيد شيف، هذا نستعمل فيه بنشوف فيه الكانديدا الهايفي في تحت الميكروسكوب لما بنشخص به الكانديدا الانفكشن. التريتمنت بتاع الكانديدا اللي هو موجود في الصيدليات عندنا انتي فانجل، مهمات جدا طبعا لما تكوني عارفتهم، حتى في الشفوى يسال كثير الدكتور يقول لك سمي لي انتي فانجل دراجز. عندك النيستاتين ناخذهم اسم هاي انفوترسين بي، عندك الكيتوكينازول، وعائلة الكينازول بصفة عامة زي الفلوكونازول وأنتراكونازول تمام. الليكوبليكيا طبعا هذه حتى هي من أخطر الوايت ليجنز بري كانسرز، لأنها تتحول لكانسر وايت كيراتوتيك باتشز، كان نوت بي ريموفد، صعب انك تنحاها لانها غليظه رابد اوف، كان نوت بي ريموفد، كان نوت بي رابد اوف بري كانسرز، حتى هي الليكوبليكيا. هذه الصوره لها الليكوبليكيا، طبعا تجي في اي مكان ما لهاش مكان معين، تلقاها في الفلور اوف ذا ماوث، تلقاها في اللبس، تلقاها في البكر ميكوزا في البلد. اسبابها انون يعني مش معروفه، توباكو الكحول سانلايت تمام. وفي منها طبعا اسبابها انفكشن زي الهيومن بابيلوما فايروس، وفي منها الابستين بار فايروس اللي اخذناها قبل شويه في بتاع الهيري ليكوبليكيا. هذه الليكوبليكيا تجي في اعمار كبيره فوق ال 50 سنه. اكثر شيء نلقاها في البكر الميوكوزا يعني، هذا الموست كومن سايت، لكن ما يغنيش معناه الكلام هذا انه مش حتلقاها في الاورال كافيتي، تلقاها في جميع الاماكن في الاورال كافيتي. الفيرميليون بوردر اوف الليب، الجنجيفا، ريترمول اريا، ماكزيلاري ميوكوزا، التانج، اي مكان. لكن قال لك هنا الليكوبليكيا لما نلقاها في التانج او نلقاها في الفلور اوف ذا ماوث، معناها اعرفي انها نسبه تحولها الى المالجن توصل ل 90%. علاش؟ واي؟ لان الفلور اوف ذا ماوث ايضا التانج هني الاريا بتاعي طبعا بتكون اخر شيء طبعا في اللاترال سيرفيس وذا تانج يقصد بها، والفنترال سيرفيس طبعا نان كيراتينايز سهل اختراقهم، يعني سهل انها تصير فيها ديسبليزيا بسرعه تتحول لكارسينوما، هذا في التانج والفلور اوف ذا ماوت. فيها ميزه انها لوس اوف الاستيسيتي، تفقد الفلكسبيليتي المرونه نتاعها والالاستيسيتي، هذه الليكوبليكيا، باش نفرق بينها وبين اذر وايت ليجن زي اللايكم فينس والليكوديما. تكون شكلها ويل ديفايند من برا، ال ديفايند، وتكون طبعا خشنه رف، وفي الروكس مرات تكون تلقاها فلات او تلقاها حاجه نايضه برا، يعني زي نقول احنا بابيلري بروجكشن يعني اليفيتد في الروكس، واخذه هلبا اشكال فلات اليفيتد في الروكس طبعا، ويل من برا البريفري بتاعها ويل الى ال ديفايند، وتكون طبعا ملمسها زي ما قلنا دكاتره رفنس. هاي طبعا صوره تحولت لنا من عياده في طرابلس، شخصناها انها ليكوبليكيا، اخذوا منها عينه طلعت ليكوبليكيا، هاي كان نطبي ريموفد. طبعا ضروري جدا دكاتره الهيستوري، اول ما تجيك حاله ناخذ منها هيستوري قداش لها التايم، شنو عندك مثلا من عادات تدير فيها، فيها مثلا بريدسبوزنج فاكتور، بعدين نخشوا على كلينيكال اكزامينيشن نشوفها تتنحى معي ولا لا. اهم حاجه عندي في الوايت ليجن دكتوره، اول حاجه نصنفها كان بي ريموفد اور كان نوت بي ريموفد. لو انها تتنحى معناها تمشي يا اما ليكوبلي عفوا كانديدا، يا اما اسبرين بيرنس مع الهيستوري، هذه كلها سودو ميمبرانس يتنحى معك. بينما الحاجات اللي ما تتنحاش زي
الليكوبليكيا، زي الوايت، زي عندك اللايكن بلينس كانت بي ريموفد. في انواع لها، اول نوع هوموجينس متجانس ليكوبليكيا ثيك، طبعا حتى هو ويل ديفايند وايت باتشز مع بعضها متجانسه هوموجينس، زي ما قلنا في الوصف بتاعها تكون كوريوجيتد اور رينكلي. دلوقتي واحد لما يغسل ايديه ويخلي ايديه في فتره طويله في الميه، تحس الميه كان ايديك خشنات شوي، هذه يسموها فيها احنا رينكلد او كوريوجيتد. نفس الشيء السطح بتاعها يكون نفس السطح بتاع اليدين لما يقعد فتره طويله في الميه، بدات الميه سخونه، تمام. هذا النوع الاول اسمه هوموجينس ليكوبليكيا. النوع الثاني اسمه نودولار او سبيكليد ليكوبليكيا، وزي ما قلنا في محاضره سابقه ان اخطر انواع الليكوبليكيا اللي هو اسمه سبيكليد، اللي هو وايت اند ريد، هذا ميكسد ابيض واحمر، راح تلاقي الصوره هذه، هذا اخطر واحد يتحول للبري كانسر، يتحول لكانسر عفوا، تمام. هو اذا وايت كيراتوتيك ريد اند وايت، هذا اسمه سبيكليد، تمام. وطبعا اريتيماتوس وهاي مالجنان ترانسفورميشن. اخر نوع، ثالث نوع، اللي هو فيروكس ليكوبليكيا. كلمة فيروكس معناها حاجة بارزة، ما هيش فلاتة، حاجة نايضة قدام، يعني كأنها بروجيكشن، بابيلاري بروجيكشن، زي الصورة هذه، حاجة طالعة اسمها فيروكس ليكوبليكيا. طبعا تكون هي في كيراتينايزد، تمام، وتكون بابيلاري بروجيكشن. هذه صور لليكوبليكيا. الإريثروبليكيا مش حنكتر فيها كلام، هل طبعا هي ريد ليجن، نفس الشيء يحتوي بري مالجنانت ليجن كانت بي ريموفد، صعب انك تنحاها، ريد باتشز او ريد بلاك، تلقاها حتى هو في مكان، تلقاها في التانج فلور اوف ذا ماوث، معناهاش مكان معين، لكن حتى هي عندها هاي فريكونسي انها تتحول للمالجنانت ترانسفورميشن، خطيره جدا، خاصه مع جماعه اللي عندهم سموكينج، هل بيدخنوا او يستعمل في الكحول ابيوز. هذه هي سطح الاريثروبليكيا. اريثرو باللاتيني معناها ريد، ريترو بليكيا اللي هو ريد باتشز او تمام، قلنا تجي في الفلور في دماوت في السوفت بلت اي مكان، وتتحول لديفلوبمنت طول للكارسينوما، يعني عندها هاي مالجنان ترانسفورميشن. في منها هوموجينس، وفي منها سبيكليد، وفي منها ليكو اريترو بليكيا، يعني مخلطه بين ليكو بليكيا واريترو بليكيا. اخر موضوع عندنا اليوم في اللايكن بلينس، في الوايت ليجن، اللي هو اللايكن بلينس. طبعا هذا موضوع مهم جدا لنا كومن، حتى هو بدي عندنا نشوفه فيها البحالات في العيادات، اللي هو اسمه الحزاز المنبسط الفموي، اورال لايكن بلينس، طبعا منه اورال وسكن. اللايكن بلينس دكاتره يندرج تحت الامراض المناعيه الاوتوميون ديزيزز، طبعا حتى هو بري كانسر يتحول لكانسر، لكن تعريفه هو كرونيك اوتوميون ديزيزز ميوكوكوتينيوس، يعني يصيب الميوكوزا ويصيب السكن، يعني من الحاجات اللي لها اورال مانفستيشن للسكن ليجن، تمام. قال لك 28% من الحالات البيشنت عنده اورال لايك بتنس معاها سكن ليجن، طبعا هذه النسبه ما هيش ثابته، يعني في بعض الابحاث يقول لك حتى توصل 70% يعني اورال وسكن ليجن. بالنسبه للسكن بتاع اللايكن بلينس يكون فلات، حاجه مفطحه، فايلوسيس بابيول، يعني نايضه في منها زي البابيول، ويكون لونها دكاتره بوليجونال بيربل، يعني لونها بنفسجي، هنشوفوا له صوره. طبعا اسبابه هو لخبطه في جهاز المناعه، طبعا منها ايدوباتيك، في منها سايكولوجيكال ستريس، لها علاقه كبيره، اي امراض مناعيه اوتوميون ديزيز لها ريليشن شيب قويه مع الديفكت في الاميون سيستم، مع السايكولوجي، مع الستريس، مع الانكزايتي. عندنا حاجه اسمها ليكينويد رياكشن، يعني ياخذ دراجز هيج له اللايكن من جديد، وعندنا نقص في الفيتامين، تمام، والفيروس نفسه. عندنا الايدوباتيك اللي هو ستريس، هذا كله ايموشنال يهيج، يدير الاكسسربيشن لايك بلينس. عندنا في بعض البيشنت سموهم دايابيتيك، دايابيتيك بيشنت وهايبر تنشن ومعاه لايك بلينس، يعني اذا تواجدوا الثلاثه مع بعض، دايابيتس ميليتس وضغط وسكر ولايك بلينس، نسميها ان الحاله هذه اسمها جرينسبان سيندروم، تمام. لخبطه هنا عندنا في الجهاز المناعي الايميديت اميون سيستم، يعني هي مشكلتي دكتوره في اللايكن بلينس انه بيصير لي انفلتريشن للليمفوسايت، الليمفوسايت بتغادر لي
الكونكتيف تيشو وبدير لي ديجنريشن، يعني بتكسر لي البيزمنت ميمبرين اللي بينها وبين الكونكتيف تيشو، بتخش الليمفوسايت فصل الابيثيليوم، وهنا بتصير لي المشكله في السيل ايميديت اميون سيستم، تمام. تنشط عندها فعل لانجر هان سيلز، الخلايا كلها الدفاعيه، الكيراتينوسايت كل واحده بتفرز لي هنا انترلوكين، طبعا كلها انفلاماتوري ميدييتورز. لما بتفرز لي من لانجر هانز والماكروفاج بتحفز الجهاز المناعي التي سيلز على انتاج مثلا انترلوكين 2، وهذا بيدل لي بروليفيريشن للتيشو وبيهاجم لي التيشوز. واخر محطه للهجوم هذا كله دكاتره بيهاجموا الطبقه الفوقيه بوكو اللي هي الكيراتينايزد ابيثيليوم، وبيخليها تطلع لي نسبه كبيره من الكيراتين، تطلع لي حاجه وايت، هذا باش تطلع لي هنا عندي وايت ليجنز. طبعا من ضمن الحاجات اللي بتصير في المعركه سايتوتوكسينز، هذا السيفيت، حاجه اسمها سيفيت بوديز وحاجه اسمها كولويد بوديز. عندك ديد بيزل سيلز، هذه اللي تكسرت البيزل سيلز عن طريق الانفلتريشن للليمفوسايت كسرت، عندك حاجه اسمها سيفيت بوديز، تمام. قلنا هذه ديد سيلز نسموها سيفيت بودي امتى؟ لما تلتهم من الماكروفاج، هو الماكروفاج دار لي انجلفمنج للبيزل سيلز، سماها هنا الضحيه نتاعها اسمها سيفيت بوديز. بينما الديد سيلز نتاع البيزل سيلز هي لو قعدت زي ما هي وما صار لهاش فاجوسايتوزيس باي ماكروفاج ولا اي ادر ادجستنت سيلز نسماها هنا كولويد بوديز. وطبعا هادو ما يزو سيجنيفيكانت او كاركترستيك نشوفهم تحت الميكروسكوب، نشوف سيفيت بوديز ونشوف الكولويد بوديز. لو لقيتهم موجودات في العينه اللي درتها معناها هنا بوزيتيف ان البيشنت هذا عنده لايكن بلينس. هذا شكل السكن دكتور، طبعا قلنا بيربل لونه بنفسجي بيوريتيك اند بوليجونال بيبيول، تمام. اكثر امكان يجي فيه في الفليكسور نتاع نتاع الدراع نفس الاكستريماتوس، تمام. في هايبر بيجمنتيشن، هذا بالنسبه للسكن. بالنسبه للاورال قبل ما ندخل على انواع اللايكن بلينس عندنا وقفه هنا، في زوز علماء واحد اسمه كوبنر وواحد اسمه ويكهام اكتشفوا لي حاجات في اللايكن بلينس وسماها عليهم. بالنسبه لكوبنر هو قال لك اي واحد بيشن عنده لايكن بلينس وحصل ضربه تروما، نقول على سبيل المثال التروما هي كونت له شني ليجن جديده، هو نيو ليجن على النورمال لوكينج ميوكوزا ولا سكن سميناها عليه هو كوبنر فينومينا، هذا العالم هو اسمه كوبنر. شو نعرف عنه كوبنر؟ هو قال لك اي ليجن يطلع لك جديد على السكن ولا الميوكوزا سببه تروما، نيو ليجن سببه تروما، تمام، سماها عليه زي الحزه الحمراء هي كوبنر فينومينا. نجول للعالم الثاني اسمه ويكهام شنابو، هذا ويكهام سرايا اكتشف لي ان الحاجات البيضاء هي الليسي زي الشبكه، هي زي شبكه العنكبوت نت نتورك شبكة، سماها عليه هو ويكهام سراي خطوط يعني، تمام. طبعا يجي في البكر الميكوزا من الحاجات اللي نشخص بها اللايكن على غير انه يجي بايلاترال، بكر الميكوزا يجي بايلاترال هذا اللايكن بلينس والريميشن اكسسربيشن، يعني لي علاقة بالحالة النفسية نتاع المريض، ينشط ويزيد على حسب الحالة نتاع المريض. هاي طبعا صورة لايكن بلينس هدية، طبعا ريتيكولار بعتها لي واحد من الزملاء من السعودية، وهذه معاها سكويماتيف جينجيفايتس تبدأ تتقشر اللتة. هذه صورة من الزاوية طبعا حالة بيشنت عندها لايكن، تمام، اعطيناها العلاج بتاعها حتى نعرفوه شوي تاني والحمد لله اختفت تماما بعد اسبوع من العلاج. الربايب شو معناها ربايب؟ معناها اشكال وانواع اللايكن بلينس، ار بي 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 اي اي بي، ار ريتيكولار، بي بابيولار، بي تانية بلاك، الاي اتروفيك، الاي اروزف، البي بولس، هذو مهمات جدا اشكال وتايبس نتاع اللايكن بلينس. اول نوع اللي هو الار ريتيكولار، هذا شكله زي توا ليسي، يكون شكله زي سترايا، هذه وكام ستراي بتاع واضحة لايك باترن، تكون زي شبك نتورك، شبك لاينز انيولار ليجن، يجي في البكال ميوكوزا اكثر شيء، وطبعا قلنا احنا يجي بايلاترال، هذا النوع الاول. النوع الثاني زي ما اخذنا في اول المحاضره في تعريفات البابيول اللي هو بن هيد سايز اقل من 1 سنتيمتر، عفوا مش مليمتر هنا سنتيمتر، تمام. يكون هذا البابيولر الكيراتينايزد، تمام،
النوع الثالث بلاك اللي هو اكثر من 1 سنتيمتر، يعني حاجه بلاك، حاجه غليظه ثيك، هوموجينس وايت باتشز. هو النوع هذا من لايكوبلينس قال لك الوحيد اللي يشبه الليكوبليكيا، يعني ندخله معي في الديفرنشال دايجنوزس انه يشبه ريسمبل الليكوبليكيا، لكن ما فيش الخصائص الموجوده في الليكوبليكيا بتاع لوس اوف الاستيسيتي والفلكسيبيليتي. النوع الرابع الاتروفي، اتروفيك يعني حاجه تقشر تنحي، اتروفي طبعا هذا لما بيتنحى بيخليها حاجه اريتيما ويكهام ستريت تبدا اريتيما. تمام، الاتروفيك هذا طبعا يجي في مكانين معينين، يجي في الجنجيفا ويجي في التانك. لو جاي في التانك هنا دكاترة بيمسح البابيلا كلها بيخليه أملط اللسان، أتروفي في التانك كوتينج. لو جاي في الجنجيفا بنحي طبعا طبقة كلها متاع هي تتقشر معاي، نسمو فيها ديسكواميتيف جنجيفايتس. يعني شن هي علامات الديسكواميشن؟ سلافينج، بينفول، بليدينج، ديسكواميشن. تمام، واحنا عارفين انتوا واخدين في الالسر شن هي الحاجات اللي تجي مع الديسكويميتيف جينجيفايتس، اللي هي اللايكن بلينس هذا النوع الاتروفيك والايروزيف، ايضا البناين ميوكس ميمبرين بينفيجويد يجي معها ديسكويميتيف جينجيفايتس، البولس بينفيجويد يجي معها ديسكويميتيف جينجيفايتس، اللينر اي جي اي يجي معها ديسكويميتيف جينجيفايتس. في تعريف هذا الديسكويميتيف طبعا هذه ما هيش ديزيز، انما هي علامه ساينس تجي مع كذا ديزيز اللي سميتهم قبل شويه. الاخير الروزف والبولس، طبعا هذا دائما الروجين معناها بينحي طبقه الابيتيليوم كلها بيخليها حاجه حمراء، طبعا بينفول ألسريتد ناخذ منها اسمها بس هذا هو. الاخير البولس هذا نوع من انواع اللايكن بلينس اللي هو الفيزيكلو بولس، تكون فيه البله صب ابيثيليوم، هاي يعني تبدا فيزيكلو بله بعدين دير لي ألسر اخرها تكون هي الألسر صب ابيثيليوم. الهيستوباثولوجي طبعا هو في الباثولوجي اكثر شيء، لكن احنا اول حاجه في هايبر كيراتينايزيشن، واضح المعركه اللي صارت في الاميون سيستم وهاجمت لي الطبقه الفوقيه بتاع الكيراتين دارت لي هايبر كيراتينايزيشن، هذا اعطتني اللون بتاع الابيض. عندك الليكوفاكشن ديجنريشن لما شرحناها في الباثوجينيسيس انه كيف بيصير اختراق من الليمفوسايت الى البيزمنت ميمبرين وتكون البله هنا تكون صب ابيثيليوم. وحنشوف زي ما قلنا بكري السيفيت بودي والكولويد بوديز. والاميون فلوريسنت حتكون باند من الفايبروجين، طبعا هي بتكون حتى هي خطي لينر لان المعركه كانت تحت الابيثيليوم، واخذناها احنا هذه في الالسر، في الالسر تكون هاني كامبت في البنفيجاس لانها انترا ابيثيليوم، بينما في البولس لايكن بلينس وفي البناي ميوكس ميمبرين بنفيجويد والبولس بنفيجويد تكون المعركه اللي في الميونوفلورسنت باند يعني خطيه زي هذه. الوحيده قلنا بس ان كلهم صب ابيثيليوم ماما، الوحيده بس اللي تكون في هاني كامبت اللي هي البنفيجاس فيجارس. ديفرنشي اغلب الحاجات اللي تشبه لها بدات الالسر والاريتيما واللايكن والليكوبليكيا، هذه كله يخش معي في ديفرنشال دايجنوزس لللايكن بلينس. التريتمنت مهم جدا، طبعا تريتمنت في منها لوكال، في منها سيستميك، وفي منها انترا ليجنال. طبعا هذا الدواء بلا ينحفظ صمه ولكن لوك الاورال بيز هو هذا نعطي فيها مرتين في اليوم لمده 7 ايام، نعمل كورتيكوستيرويد كيناكورت. عندك البريدنسون 5 ملي جرام حتى هو حبتين في اليوم لمدة 7 إلى 14 يوم. تمام، هذه كلها أدوية تساعد لي في علاج اللايكن بلينس. زي الصورة هذه قلت لكم عليها بكري، كان عندها لايكن أعطيناها الكينالوج تعالجت بعد أسبوع اختفي تماما. هذه صور لللايكن بلينس واضحة، هذه وضع الويكهام سترايا زي شبكة العنكبوت، طبعا هذه دايجنوستيك الكلمة هي ويكهام سترايا، شوفها واضحة ماهيش ثيك زي الليكوبليكيا. نشوفها نلقاها الليجن هذا باي لاترال يمين ويسار، هذه قلت لكم عنها عفوا الفليكسر اوف اكستريمتيز بتاع الدراع، شوفوا كيف شكله هنا بوليجونال بيربل لونه بنفسجي، وهذا البابيولار، هذه كل انواع اللايكن بلينس. يجي في اي مكان، هذه في البكه الميكوزا يمين ويسار، يجي في اللبس، يجي في السكن، يجي في السكن لونه بنفسجي ارجواني واضح. هذه ديسكويماتيف جينجيفايتس، هذه واضحة ستراي زي شبكة، زي الشبكة نتورك زي هذه سكويمتيف جينجيفايتس، هذه ويكام ستراي ليسي نتورك. الليكنويد رياكشن هذا نوع من انواع اللايكن بلينس، ان البيشنت هنا يستعمل دراجز معين هيج له اللايكن بلينس. طبعا عندنا هنا هلبة دراجز زي الجولد، زي النون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز، زي ادوية السكر والضغط،
هذه كلها تساعد في انتشار اللايكن، تكون من جديد يسموه فيها ليكينويد رياكشن. تمام، صب ميوكوز بروز هذا مش عليكم. عندنا نرجع هنا في لمحه بسيطه في شابتر الانترا اورال اكزامينيشن، لو معي فاتحين الكتاب في شابتر الانترا اورال اكزامينيشن عندنا الهيمانجيوما، حاجات اللي ندير بها اكزامينيشن قلت لكم عليها موست كومن، حاجه اسمها ستيرج ويبر سيندروم هدايا تلقاها في في اللبس في الانترا اورال اكزامينيشن. شنو هو ستيرج ويبر سيندروم؟ طبعا هذا سيندروم عنده مالتيبل هيمانجيوما، مشكلته هنا في البلاد فيزلز تستاسع يصير لي فيها مال فورميشن بلاد فيزلز، تكون لي جلطات كلوتس فستها، يعني يصير لي ديفورماتي فاش في الكابيلاريز هنا. تمام، هو طبعا تعريفه مالتيبل هيمانجيوما، هذه الهيمانجيوما، الهيمانجيوما هي بناين تيومر في البلاد فيزلز تلقاها 1 2 3 مالتيبل هيمانجيوما. الليشن هذا او السيندروم من الخصائص نتاعه انه يجي شني يجي يونيلاترال تمام، تلقيش شي باي لاترال، يعني تبع لي تراجي من النيرف هنا بفروعه سواء كانت اوفتالميك ماكزيلري مانديبولار، وتكون شكله زي البورت واين اللي هو النبيت العنب المتخمر هذا كشكل الكلر نتاعه. شوف الصوره هذه يونيلاترال يتبع التراجي من النيرف، عنده مشاكل داخل في السكال لان زي ما قلنا الكابيلرز صار فيها مالفورميشن تكون لي فيها كلوت جلطات. انا عنده في السكال لما بنصوره بالاكسري نلقى عنده انترا كرينيال كالسيفيكيشن، مكانات الجلطه فيها البلد فيزلز. هذا هو السيرج ويبر سيندروم، اسمه انسيفال تراجيمينال انجيوماتوزس. انا مشكلتي في التراجيمينال نيرف، في منا قلنا دكاتره بورت واين وفاسكولار مالفورميشن انترا كرينيال، وكنا يجي طبعا يونيلاترال. هذه الحاجات اللي لما نصور بالسي تي نلقى انترا كرينيال كالسيفيكيشن، حنلقاها في سايتوميجالو فيروس حتى هو يدير لي نفس الشيء انترا كرينيال كالسيفيكيشن. وايضا ستيرج ويبر سيندروم وهايبوباراثايروديزم، هذه نلقى معاها الانترا كرينيال كالسيفيكيشن. عندنا سيندروم ثاني اسمه ميلكرسون روزنثال سيندروم، طبعا هذا السندروم حنلقى فيه زي الصورة هذه عندكم، حنلقى فيشيال بلسي تمام، وحنلقى اوديما في الفيس، هذا فيشيال بلسي اوديما في الفيس وليب ليجن هنا عندك اسمها كلاتس كرانيولوماتوزا، هذه نوع من انواع الانفلاميشن اللي تصيب اللبس، يدي لي انلارجمنت في اللبس، وعندها سكروتال تانج اللي هو نفسها فيشر التانج، سكروت او فيشر التانج. قاعدين نتكلموا في الانترا اورال اكزامينيشن، هذه اللي نقلب اللي شرحناها بكري في الوايت ليجن، قلنا الخط الابيض هو فيسيولوجيكال ماهوش باثولوجيكال، يجي باي لاترال يتبع لي الكلوز بلين ان البيشنت هو راقد في الليل يعض على التشيك. هذا هو اذا تبع كلوز بلين فيسيولوجيكال وسبب فريكشنال للتشيك وباي لاترال. طبعا هنا اي سيمتوماتيك هو حاجه بناين ماهيش حاجه تخوف، قلت باش يحسن من الهابت نتاعها انه يحاول يركب لها نايت جارد او ما يعضش على التشيك. الفوردايسيس جرانيولز تجمعات للغدد الدهنيه، هذه الغدد الدهنيه نتاعنا لما تتجمع سبيشيس جلاندز سموا فيها فوردايس جرانيولز. طبعا هذه المشكله الوحيده في البيشن انه عندها ديسكومفورت وعندها رفنس، ضايق فيه فيها شويه رفنس. وجود التانج، هذه صور التانج بلاك هيري تانج، سبب هذا طبعا سموكينج وباد اورال هايجين واكيوميليشن للبكتيريا والفود ديبرس. عندنا كلاسيفيكيشن مهمه بالله التانج ليجنز، هذه اكتبوها معي مش موجوده في الكتاب. في عندنا كونجينيتال انوميليس، حاجات مولود بها عيوب خلقيه، تروما للتانج، انفكشنز يصيب التانج، نوتريشنال ديفيشنسي، بري مالجنانت، اميونولوجيكال والسر. كلمه كابتن يعني خذ الحرف الاول من كل كلمه، سي كونجينيتال اي، وين الاي؟ البي بري مالجنانت، التي تروماتيك، اليو السر، الاي اميونولوجيكال، ان نيوتريشنال معناها الاي زايده مش موجوده. تمام، عندك التروماتيك، اي حد محصل تروما في التانك تروماتيك السر.
في عندنا انفكشنز يصيب التنج زي بكتيريا الفايرال انفكشن والفانجال كانديدا عرفناها، البكتيريا التي بي والسكارلت فيفر حتى هي افكتد للتنج، والفيروس اغلب الفيروس زي الهيومن بابيلوما فيروس او الهيبشتين بار فيروس بتاع الهيري ليكوبليكيا. نيوتريشنال ديفيشنسي، الناس اللي عندها نقص في الاحاديد واللي عندها نقص في الفيتامين بي 12 وايرون ديفيشنسي انيميا كلها تسمع في التنج. شو بدي لي؟ بدي لي بيرنينج سنسيشن في التنج سامو فاك لسو فيروس، هذا بري مالجنت اللي يجوا في التنج، ليكوبليكيا سب ميوكس فايبروزس الاريتروبليكيا كانديلا ليكوبليكيا. الاميونولوجيكال امراض مناعيه تجي في التنج زي الافطس والبنفيغاس واللايكوبلينس والكانديدا كلها نلقاها في التنج. هذه ألصرت التنج ليجن، يعني ألصر موجودة في التنج سببها تروما، أكثر وحدة كومن زي ما شرحنا في التروما إن عندها شارب كسب أو شارب تو تضرب في اللاترال سيرفيس في التنج، وخطيرة هذه لو متعالجتش تتحول من تروماتيك ألصر إلى سيكويمس الكارسينوما. عندك الميجر أفتس ألصر الإيزينوفيك ألصر اللي شرحناها قبل جي حتى هي في التنج. هذه صورة السيكويمس اللي تحب طبعا اللاترال سيرفيس في التنج. هذه تروماتيك ألصر، تروماتيك ألصر هذا ستروبر يقولنا سببه بكتيريا تجي في التنك شكله زي الستروب اللي هو سكارلت فيفر زي اللسان بتاع الفراولة. الجيوغرافيك تانك هذا هو اللسان الجغرافي، صورة تانية ليه مهم جدا، هو هذا ليكم في العملية سموه لسان الجغرافي لأنه زي خريطة. عنده اسمين طبعا، عنده واندرينج راش، الاسم الثاني شخص حالته بنايم ميجريتوري كلوسايتس، السايتس معناها انفلاميشن فاش في التنك، يمشي مهاجر ميجريتوري معناها يهاجر يتحرك من مكان لمكان وهو بناين. طبعا هذا يجي في الدورسال سيرفيس اوف ذا تنك زي الصوره هذه كلها في الدورسال سيرفيس، يكون ويل ديفايند اغلب شيء وريد ديبابليتد. طبعا المكان الاريا اللي يجي فيها الجيوغرافيك تنك يمسح البابيلا تماما، فيهاش بابيلا ديبابليتد ويل ديفايند ريد ديبابليت اريتيماتوس سيربيجينس يعني زل معوج فيه اعوجاجات وايت ويلو وايت لايت واخذ هالبالوان يعني. وطبعا جيوغرافيك تانج اي سيمتوماتيك اغلب الناس عندها وريميشن اند اكسربيشن يرتبط ارتباط وثيق بالحاله النفسيه بتاع المريض. فيشرد اور سكروتال تانج حتوه تلقوه هلبا، طبعا هذا اغلب في يجي مع داون سندروم والميلكر سنروزنتال سندروم اللي شرحتها قبل شويه تمام نلقاها معاه، ونيورو فايبروماتوز اللي خلناها في البيجمنتيشن. عندنا زياده في الكوتينج، هاي الصوره هاي تلقي بيشنت عنده زياده مفرطه للكوتينج او تلقي عنده نقص ما هناك شيء يعني اتروفي، في فرق بيناتهم. الكوتينج يعني اي حاجه ساخنه على الفم خشت على الفم زي الماوث بريثينج زي السموكينج زي الفوميتينج، هذه كلها زادت لي جروث للكوتينج دراجز. عندك الاتروفي او ديكريز في الكوتينج يعني حاجه البيشنت يعاني من انيميا نقص حاد في مثلا في فيتامين بي 12 دايابيتس كلها نقص له من الكوتينج. طبعا لما شخصه بالام ار اي اللي هو لا قدر الله في كارسينوما في مالجننت تيومر في التنك يتشخص بالكوتينج، عفوا يتشخص بالام ار اي. هذه طبعا انكايلوغلوسيا، هذا ميديا رومبويد جلوسايتس، هاي طبعا زمان سببها عيب خلقي في تيوبركل امبار ما تكونتش كويس في الديفلوبمنت بتاع الجنين، لكن تو الابحاث الحديثه قال لك لا لا هذه سببها كانديدا انفكشن، هي تيوبركل امبار يكون شكلها رومبويدال راوند او رومبويد ان شيب بينك ان كلر تمام. تشوف الاريا دي كلها طبعا فيها كوتينج عاديه تمام، الا الاريا هذه طبعا بدي لي ديبا بالليتد او بدي لي كوتينج بدي لي اتروفي للبابيلا الموجوده هنا، وهو اسمها ميديا روبوت جلوسال سببها كانديدا، يعني حتى في تريتمنت نعطوا في انتي فانجل دراكس. اذا سببها زمان كان كونجيت انوميليس تو قال لك ناو حديث لي ريسنتلي سببها كانديدا البيكانس. اوفويد شكلها دايموند رومبويد شاب تكون ريد تمام، جاية قدام السيلكس سيركونفاليت بابيلا هنا في الانتيريو تو تيرد، هنا عندي طبعا مثلث هنا انتيريو تو تيرد جاية قدامه اللي هي الميديال رومبويدوكلوسايتس. في الدراجز نعطي انفوترسين او نيستاتين، هذا الكوتينج طبعا عفوا هذا البلاك هيري تانك سبب هذا سموكينج، وهذا فاريسز اللي هو الدوالي طبعا، هذه تعتبر حاجه فيسيولوجيكا ما تخوفش اللي عندها مثلا ضغط عالي مثلا الناس تلقاها معاها فريسس. وعندنا لينجوا ثايرويد نديول هذه تو تكون زي الحبه هي نديول موجوده على اللسان سببها مشكله فاش في تكون الثايرويد جلاند
تسقط منها بعض الخلايا هنا في التانك، يتكون لي حاجة ابنورمال اكتوبيك، يعني حاجة في مكان غير طبيعي. هي طبعا ما تتنحاش، هي عفوا ما ناخذش منها بايوبسي، لان لو ناخذ منها بايوبسي عندك فيها ريسك اوف هيموريج وانفكشن وبليدنج، لذلك لازم نحاها عن جراح ينحاها بالكامل. هاي شوف شنو قال لك، نيفر تو بيرفورم بايوبسي، رد بالك تاخذ منها بايوبسي لينجوال ثايرويد نوديول لانها فيها ريسك اوف انفكشن اند هيموريج، يعني سيرجيكال ريموفر بالكامل. وهيك نعتبر كملنا، قعدنا في البيرنينج سنسيشن بتاع البيرنينج سنسيشن في التانك اسمها جلوسو بايروزس، والبينفول اسمها جلوسودينيا. اسبابها نفس الشيء، يعني لوكال يا سيستميك يا سايكوجينيك، اي حاجه فصل الفم تضرب في الفم، كيرس شارب قصب توت سبايسي اي حاجه كلاس بتضرب في اللسان بتدي لي بيرنينج سنسيشن. واي حاجه سيستميك، يعني اذا شين سيستميك، يعني نقص في الايرون، نقص في الحديد، نقص في الفيتامين بي 12 بيدي لي حتى هو سيستميك. والاخيره 75% منها مشاكل سايكوجينيك، لها افتر مني بوزل وديت اوف كلوزر بيرسون، حد صار له صدمه نفسيه سبب له شنو بيرنينج سنسيشن اوف ذا تانج، شنو اسمها جلوسو بايروزس، بينما البينفول اسمها جلوسودينيا. وثانك يو، شكرا لحسن استماعكم، وفقي ان شاء الله.